بمناسبة عيد ميلاد مخلصنا وربنا يسوع المسيح. في عيد الميلاد الملائكة رنمت وقالت: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسر، لأن بميلاد السيد المسيح تمجد الله وحل السلام على الأرض، وأيضا مسرة الله الصالحة تجاه الناس تمت. تمجد الله لأن بميلاد المسيح إرادة ربنا في خلاص البشرية تمت. طاعة الابن للآب لكي ما يأتي ويتجسد ويخلص كل البشرية تمت. هذه الطاعة أطاع حتى الموت، موت الصليب. وزي ما نقرأ في رسالة عبرانيين عند دخول البكر إلى العالم، لما السيد المسيح دخل إلى العالم قال كده للآب: ذبيحة ومحرقة لم تصر. انت يا رب مش عايزني اقدم ذبيحة محرقة، لان الذبائح الحيوانية والمحرقات لن تخلص العالم، ولكن هيأت لي جسدا. انا اخدت جسد، الكلمة اتخذ جسدا وحل بيننا، لكن هيأت لي جسدا عشان اقدمه ذبيحة، علشان افدي العالم بهذا الجسد. فالجسد الذي أخذه من سيدتنا العذراء هو الذي سلمه على الصليب، هو الذي مات عنا، وهو الذي قام من بين الأموات. جسد بشريتنا اللي تم فيه حكم الموت وقام من الأموات، وهو أيضا جسد بشريتنا الذي تم علاجه من الفساد الذي دخل إلى العالم، وصرنا طبيعة جديدة، وصرنا خليقة جديدة. علشان كده رنمت الملائكة وقالت: المجد لله في الأعالي، لأن تمت مشيئة الله، لأنه لا يشاء موت الخاطي مثل ما يرجع ويحيا. جاء الابن المولود من الآب قبل كل الدهور لجاي ما يتجسد في ملء الزمان ويولد ليتمم مشيئة الله في خلاص البشرية، وبهذا تمجد الله. تمجد الله معناه إن خطة الشيطان في هلاك البشرية فشلت هذه الخطة، وخطة الله في خلاص البشرية نجحت هذه الخطة. والعالم كله لما يرى نجاح هذه الخطة في خلاص البشرية يمجد ربنا ويقول: المجد لك يا رب. أيضا جاء المسيح وحل السلام على الأرض، وعلى الأرض السلام. جاء المسيح وحل السلام لأن تمت المصالحة على ثلاث أبعاد. البعد الأولاني بين الإنسان والله. عندما سقط آدم وحواء كان في خصومة بين الإنسان والله. الخصومة دي تجلت في أكتر من حاجة. كان مثلا في قدس الأقداس، اللي هو مكان حلول الله حيث يحل الله على غطاء التابوت، كانش حد يقدر يدخل إلى قدس الأقداس ده إلا رئيس الكهنة، ويدخل مرة واحدة في السنة. ودايما كان يبقى فيه حجاب، والحجاب ده مقفول علامة على غلق
باب السماوات أمام البشر بسبب هذه الخصومة. كان يوجد شاروبيم حامل سيف متقلب بالنار، لهيب نار متقلب، لحراسة شجرة الحياة لكي لا يأكل منها أحد. حتى العبادة في العهد القديم كانوا الباب في خيمة الاجتماع وفي هيكل سليمان من الناحية الشرقية، وقدس الأقداس من الناحية الغربية، لأن الشرق يرمز إلى وجود الله. شجرة جنة عدن كانت موجودة في الشرق، الشمس التي تنير العالم تشرق من الشرق. عشان كده ربنا بيعلمنا ان احنا نصلي ناحية الشرق. طبعا ربنا موجود في كل مكان، لكن من الناحية الرمزية الشرق ده يفكرنا كده بوجود ربنا. في العهد القديم كانت العبادة كلها ناحية الغرب، يبصوا ناحية الغرب عشان يفتكروا ان هم مطرودين. لو كان جنة عدن في الشرق والانسان اضطرد من جنة عدن، يبقى كان ظهره للشرق وشره للغرب. فكل العبادة كانت موجودة في العهد القديم ناحية الغرب، علامة الخصومة. في أبونا وهو بيعمل دورة البخور يجي كده في نص الكنيسة ويعمل أرباع، بنسميها الأرباع الخشوعية، يتأمل في الصليب. وليه يجي في نص الكنيسة؟ لأن السيد المسيح صلب خارج أورشليم، ففي مكان اللي بنصلي فيه البسخة، فيجي أبونا في المكان ده ويرفع البخور والأرباع الخشوعية. لما يجي يبص على الباب الغربي يفتكر ان ربنا فتح لنا الباب، فيقول فتح باب الفردوس ورد آدم ورد الإنسان مرة أخرى، وبعدين يقول رد آدم إلى رياسته وترقبته مرة أخرى. فكان في خصومة بين الإنسان والله. لما جه ربنا مثلا يظهر لموسى، الشعب ما قدرش يقترب، وقال اللي هيقرب من الجبل هيموت. مفيش غير موسى بس هو اللي يطلع ويكلمني. وكان ربنا يكلم موسى وموسى يبلغ الشعب. كان دايما يبقى في وسيط بين الإنسان والله. في رسالة البولس اللي سمعتوها النهاردة يتكلم على الوسيط ده، يقول الله بعدما كلم الآباء، يعني جدودنا، بالأنبياء، يعني ربنا كان بيكلم أبائنا وجدودنا في العهد القديم عن طريق الأنبياء. إنما بتجسد المسيح كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. فجل سيد المسيح ليصالحنا مع الله الآب، وتم الصلح بالصليب. وده البعد الرأسي للصليب، ان صالح الإنسان مع الله الآب. وأصبح لنا قدوم لدى الله الآب في ابنه يسوع المسيح، هو وحدني معاه فبقيت واحد في السيد المسيح. ففي المسيح صرت ابن لله الآب، وفي المسيح أستطيع أن أقف وأكلم الله الآب وأقول له يا أبانا الذي في السماوات. في المسيح مش كده وبس، في رسالة أفسس اتكلم على بعد تاني في السلام. كان في هيكل في يخش بس اليهود،
وفي دار خارجية اسمها دار الأمم. كان في زمان شعب الله هو اليهود فقط، إنما العالم كان متقسم ليهود وأمم. كل من هو ليس يهودي يطلق عليه الأمم، ما كانوش يقدر يخش الهيكل. كان ليهم دار خارجية اسمها دار الأمم، وكان في حاجز متوسط يفصل بين اليهود والأمم. لما جه ربنا يسوع المسيح وصالح اليهود مع الأمم، صالح الشعب مع الشعوب، ونقض الحاجز المتوسط. يجي ماري مرقص اليهود الأصل ويبشر أرض مصر الأممية. وهروب السيد المسيح إلى أرض مصر كان علامة على قبول الأمم. يوم الحد الجاي في إنجيل القداس تسمعوا على هروب المسيح لأرض مصر، ولو تتبعوا كل القرايات كلها تتكلم على دخول الأمم وقبول الأمم. عشان كده الكنيسة تيجي في أول حد بعد عيد الميلاد على طول تكلمنا على قبول الأمم والمصالحة والسلام الذي تم بين الشعب والشعوب، بين اليهود والأمم، بين الإنسان وأخيه الإنسان. أما البعد الثالث هو أن الله صالح الإنسان مع نفسه. الإنسان قبل كده لما كان بيقع في خطية، لو هو مش عارف بعين الإيمان إن ربنا وعد بهذا الخلاص، كان الإنسان يقع في اليأس ويقع في الاكتئاب والخوف والقلق. إنما جه ربنا عشان ينزع كل هذا من قلبي، ينزع مني الخوف وينزع مني الإحساس بالذنب وينزع مني الخجل والعار، ويعطي للإنسان سلام. سلام لا يعتمد على الظروف الخارجية، ولكن سلام ينبع من داخل الإنسان. أعطانا روحه القدوس، ونقرأ في غلاطية يقول ثمر الروح محبة فرح سلام، ويقول لنا سلامي أنا أعطيكم، سلامي أنا أترك لكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. سلام داخلي، سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ عقولكم وقلوبكم في المسيح يسوع. على الأرض السلام، جاء المسيح فصنع سلام بين الإنسان والله، وبين الإنسان وأخيه الإنسان، وبين الإنسان ونفسه. المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وفي الناس المسرة. يعني إيه وفي الناس المسرة؟ يعني مسرة ربنا هي في الإنسان. ربنا بيحب الإنسان. لذتي مع بني آدم، عشان كده ربنا حزن على سقوط الإنسان ودبر كل التدبير ده علشان يخلص الإنسان. ليه ربنا عمل كده؟ مفيش إجابة غير إن هو أحبنا، سر بينا، سر أن يخلصنا. في يوم الاثنين في التضكية نقول لأنه غلب من تحننه، يعني تحنن ربنا ومحبته غلبته.
فقال لابد ان انا اخلص الانسان. غلب من تحننه، من كتر ما بيحب البشر دبر هذا التدبير العجيب، ان ملك الملوك يصير انسانا ويهان ويعيش كفقير ويتألم ويصلب ويموت، كل ده عشان ايه؟ عشان يخلصني. ليس حب اعظم من هذا. عشان كده الملائكة لما شافت قالت فعلا ده مسرة ربنا في الانسان وفي الانسان مسرته، فرح ربنا وسروره في الانسان. ملائكة وقفت قالت شوف ربنا بيحب البشر قد ايه، ان الله يصير طفل في مزود ويولد في مكان حقير مثل هذا عشان يخلص الانسان. فعلا مسرة الله هي في الانسان. طيب نقف قصاد هذه الترنيمة، المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وبالناس المسرة، وأسأل نفسي ثلاث أسئلة. السؤال الأولاني، هل أنا أمجد الله في حياتي وأنا بقول المجد لله في الأعالي؟ هل فعلا أنا بمجد ربنا؟ قلنا أن الابن مجد الآب بطاعة، أطاع حتى الموت، موت الصليب. إلى أي مدى أنا بطيع ربنا؟ إلى أي مدى أنا بعمل لمجد الله؟ إلى أي مدى إن أنا كل شيء في حياتي، كل نجاح بحققه بعطي المجد لله؟ وأي عمل بعمله زي ما بطرس الرسول قال كأنه من قوة يعطيها الله، يمنحها الله، لكي يكون الله ممجدا في كل شيء. إلى أي مدى بتكل على ربنا في كل أعمالي وده يعطي المجد لله؟ إن أنا واثق في وعوده وواثق في كلامه، واثق في وصاياه، وده يعطي المجد لله. آية عجيبة يقولها بولس الرسول في كورنثوس الأولى 10، يقول وكل ما فعلتم إن كان أكل أو شرب أو أي شيء آخر افعلوا الكل لمجد الله. نراجع كده حياتنا، هل كل عمل بعمله ربنا بيتمجد من خلال العمل؟ ناس تشوف وتقول فعلا المجد ليك يا رب، ولا احيانا الناس ممكن تقول ادي المسيحيين بيعملوا كذا وكذا، زي ما الكتاب يقول يجدف على الاسم الحسن بسببنا. هل فعلا بنمجد ربنا ولا لا؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، على الارض السلام، هل انا صانع سلام؟ كم واحد أنا زعلان منه؟ كم واحد أنا مش عايز أصلحه؟ كم واحد أنا بحتفل بعيد الميلاد وهخرج من قداس العيد ومرضاش أقول له كل سنة وانت طيب؟ ونقول على الأرض السلام؟ كم واحد أنا بسبب مشكلة، بوقع بين الناس وبعض، وبشهر بالناس، وبعمل مشاكل، وبتخانق مع أسرتي في البيت، وفي شطان كده اسمه شطان العيد، ناس كتيرة تتخانق في الأعياد لأن الشيطان مش عايزنا نفرح ونتهلل بالعيد. هل يا ترى نحقق ترنيمة الملائكة ونقول فعلا على الأرض السلام؟ وأشوف واحد يكون أنا كنت زعلان منه وأخرج كده وأعيد عليه وهنيه بالعيد، وأكسر زي ما المسيح
تجسد لكي ما يصالحنا. اخرج كده من سجن الكراهية والبغض والخصام، اكسر السجن ده واخرج منه لكي ما اصنع سلام. هو ده العيد على الارض السلام. ازاي نقول على الارض السلام واحنا في حساسيات وفي حواجز موجودة بيننا؟ اسمعوا دلوقتي في صلاة الصلح الاغريغوري يقول والحاجز المتوسط نقضته. هل احنا بنهد الجدران اللي بنيناها بيننا ما بين اخواتنا الاخرين ولا لا؟ يا ترى انا مصطلح مع ربنا ولا لا؟ يا ترى انا تايب ومصطلح مع ربنا ولا لا؟ لو في سلام بيني ما بين ربنا وفي سلام بيني ما بين اخويا، هيكون في سلام بيني ما بين نفسي. اما السؤال الثالث، وفي الناس المسرة او في الناس مسرته، يا ترى انا بفرح قلب ربنا؟ ربنا عمل كل ده عشان بيحبني. آية جميلة اتقالت على يوحنا المعمدان، قال وكثيرون سيفرحون بولادتي. يا ترى ربنا لما بيشوفني بيبقى فرحان ولا لما بيشوفني بيبقى حزين؟ لما ربنا شار في الشر كده ايام نوح، يقول حزن الرب وتأسف في قلبه. يا ترى ربنا لما بيشوفني وبيشوف اعمالي وتصرفاتي فعلا تبقى في الناس المسرة، ولا ابقى انا سبب حزن ووجع لقلب ربنا بعصياني وتمردي وبعدي عنه وسلوك الخاطئ وتمردي على وصاياه؟ مش بس ابقى سبب سرور لربنا وسبب سرور للي حواليا، يا ترى انا سبب فرح لاهلي، لوالدي ووالدتي واخواتي وقرايبي، سبب فرح للخدام اللي بيخدموني في الكنيسة، سبب فرح للأباء الكهنة اللي بيخدموني، سبب فرح للناس اللي بيشتغلوا معايا أو الناس اللي أنا في الشغل يعني بخدمهم، الرؤساء في العمل، سبب فرح للذين هم من خارج يعني اللي هم غير المؤمنين، لما بيتعاملوا معايا يحسوا كده بفرح وسلام، ولا أنا مش سبب فرح ليهم؟ ملايكة لما شافت حب ربنا لينا قالت وفي الناس مسرته. يا ترى فعلا أنا سبب سرور لله والأولاد ربنا ولا لا؟ هو ده عيد الميلاد، نمجد الله في حياتنا ونكون صانعي سلام ونكون سبب فرح لكل من حولنا، زي ما بنصلي كده في قطع الأجبية ونقول له لأنك ملأت الكل فرحا لما أتيت لتعين العالم، يا رب المجد لك. لما ربنا في تجسده ملأ الكل فرح، كلنا بقينا فرحانين. طب احنا فرحنا قلب ربنا؟ لأنك ملأت الكل فرحا لما أتيت لتعين العالم، وجي ربنا عشان يعيننا، يا رب المجد لك. ربنا يعطينا ان يكون عيد الميلاد السنة دي مختلف عن اي عيد، مش بس أكل وشرب وملابس جديدة، لا لا لا، إن احنا نمجد ربنا في حياتنا، وإن احنا نكون صانعي سلام ونكون سبب سرور وفرح لقلب الله ولكل من يتعاون معنا، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.